وهي بلد كبيرة مصر اللي هي مصر يعني عايشة على الإعانات الأجنبية وده أمر لا يجوز إن احنا نقبله صح تعظيم سلام لكن إزاي مصر هتقدر تستغنى عن هذه الدعم عن هذا الدعم الخارجي وفي نفس اللحظة اللي بيتقال فيها هذا التصريح بيصدر تصريح من داخل الهيئة الهندسية بأنه في إعانات جاية من دولة معينة خليجية وإنها ستعهد بهذه المعونات إلى القوات المسلحة إلى آخره يعني ففي عندي إشكاليات كبيرة في إن أنا أحول الأهداف أو الأماني إلى برنامج عمل فإذا قعدنا نقول إن إحنا عاوزين نحقق الأمن على سبيل المثال ما الأمن كلنا عايزين نحقق الأمن وممكن يجي نقول إنه إحنا جزء أساسي من البرنامج إعادة الأمن السؤال هنعيد الأمن ده إزاي هل هنعيده فقط بحلول أمنية ولا هنفكر في الأمور بنظرة أكثر شمولية بحيث نعرف أنه أزمة الشارع المصري الحقيقة أكثر تعقيدا من أننا نقول أن في جماعة إرهابية موجودة في الشارع تمام. خلينا نكون واضحين علشان بس معلش النقطة دي مهمة يعني لأننا الحقيقة فكرة الترديد أن الشارع عندنا مرتبك نتيجة أن في جماعة ما خلاص مش هنسمي موجودة في الشارع لا الحقيقة أن هذه الجماعة موجودة في الشارع نتيجة أن الشارع مرتبك يعني في فرق كبير جدا بين التحليلين فهل انا الشارع اللي هو تقصد بيه سيادتك يا فندم الشارع اللي هو مؤسسات الشارع الدولة. بمعنى بمعنى الكل يعني الحياه اللي احنا عايشينها حياه مرتبكه صحيح كلها ارتباك وبهذا الارتباك بيسمح لهذه الجماعات انها تشتغل وتكون موجوده تشتغل وانها تبتدي تتحرك تمام. وانها تعمل فرقعه صغيره قد كده لكن نتيجه ارتباك الشارع المصري الفرقعه دي ممكن يبقى لها تداعيات كبيره جدا تسمع اكتر كتير من حجمها كل اللي احنا بنقوله عن انه برامج لا في الحقيقة انا ما سمعتش برامج انا سمعت اماني واهداف ممكن انها وعود انه تتحقق لكن كيف سيتم ما هي الرؤية التي ستحكم ترجمة هذه الاماني ده لسه ما اعلنش عنه وحتى المسؤولين عن الحملة او المرتبطين بالحملة الانتخابية للمرشح اللي حضرتك بتشير اليه وهو المرشح بتاع السيسي مع حفظ الألقاب هم نفسهم قالوا أن البرنامج لسه فيه بيتحط لمساته الأخيرة وهيعلن لما يتم فلسه احنا ما يعني حضرتك يا دكتور تحدثت عن أن الخطاب في البداية هو خطاب عاطفي وبيلمس الجانب العاطفي أنا قلت أنه خطاب عاطفي 100% لكن المكون العاطفي فيه كبير كبير لكن هل يمكن الحكم على أي مرشح من أول خطاب أيا كان المرشح لا طبعا أنا قلت وهم لم يعلنوا عن برنامج حقيقي أيا كان المرشح أيضا لم يعلن أيا من المرشحين حتى الآن عن برنامج محدد ولكن هذا لا يمنع عدم وجود برنامج لا أنا ما قلتش إن ما فيش برنامج نعم. وما قلتش إن في حد منهم أعلى أنا قلت الاثنين الخطاب بتاعهم فيه مكون عاطفي واحد منهم يمكن مكون عاطفي إنساني شوية والتاني مكون عاطفي نوستالجيا عصر عبد الناصر لكن في النهاية هو مكون عاطفي والاثنين ما أعلنوش برنامج الاثنين لسه أصلا ما تقدموش رسميا نعم. للترشح وبالتالي أنا ما أقدرش إطلاقا أحكم على الأمور إلا بعد ما يغلق باب الترشح وأشوف البرامج شكلها إيه ويبقى في حوار حقيقي حوالين مكونات هذه البرامج نعم. سيادة اللواء الاستفتاء على الدستور تم تأمينه بشكل جيد كل المناسبات والفعاليات اللي تمت على أرض مصر استكمالا لما هو مرجو كان فيها استعدادات أمنية حقيقية في تقديرك وبشكل صريح جدا بعد استقالة المسير السيسي من القوات المسلحة وترشحه للرئاسة الأجهزة الأمنية قوة الأجهزة الأمنية الكثير من ضباط الشرطة كان عندهم قوة دفع حقيقية موجودة في وزارة الداخلية وبشكل صريح موجودة في وجود المشير عبد الفتاح السيسي في القيادة العامة للقوات المسلحة مشهد الاستعدادات الأمنية والحالة الأمنية حاليا كيف ترى أنت؟ للانتخابات بشكل عام وبشكل عام للانتخابات سهل جدا تأمينها بنفس الطريقة وبنفس القدر سوري اللي تمت بعملية الانتخابات في الاستفتاء ده يعني لا قدر الله أقصى ما يمكن أن يحدث محاولات فاشلة لوضع قنبلة صناعة يدوية طبعا. هنا أو بتاع إنما لن تؤثر في العملية وما حد بقالهاش الدور اللي البعض بيتخوف منه
أكثر من اللازم. إنما بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب قد يختلف الأمر عندما نأتي. بس أنا عاوز أدي إضافة للي تفضل به الدكتور رحاز. انتخابات رئاسة الجمهورية عاطفية بنسبة أكثر من 80%، لأن الناس متعاطفة مع المشير عبد الفتاح السيسي، لأن الدور اللي قام بيه بعمل نوع من الـ يعني التجازم ما بين الشعب وبينه، وبالتالي ما حدش هيقرا البرنامج ده ولا ده، لأنه في إجماع شعبي بنسبة كبيرة هتدي للمشير السيسي أيا كان البرنامج اللي هيطرحه. إنما انتخابات مجلس الشعب بقى هي دي اللي ممكن دكتور يشير ليها، هتبقى أنا بعتقد إن هيبقى في تغيير بعض الشيء عما كنا نسمع به في الماضي، لأنه بقى النهاردة المواطن المصري له اهتمامات سياسية يمكن عشنا لسنوات طويلة ما كانش له هذه الاهتمامات. بدأ يدور، بدأ يعي. يعني إحدى الحاجات الإيجابية بالتأكيد إنه الجماعة اللي عاشت على مدى سنوات طويلة بتجذب الشعب وبتقدر تقدم لي مجموعة من الخدمات اللي تأثير عليه لحد كبير، أعتقد أن الشعب النهاردة بقى واعي بدليل أنه بيتصدى ليهم النهاردة في الشارع. فانتخابات مجلس الشعب أنا بعتقد هتبقى أكثر موضوعية مما كانت عليه. إنما أنا بتفق مع الدكتور أن احنا محتاجين بعض الوقت إلى أن يتكون الوعي السياسي اللي يقدر يقدر برنامج، يقدر يفهم برنامج هيتنفذ إزاي سواء في مجلس الشعب أو في أي انتخابات أخرى. طب دكتور حازم، في ظل هذه الحالة هل تتوقع حضرتك أن تيار الإسلام السياسي أو تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي يحشد قواته ويعني عناصره خلف مرشح ما في هذه الانتخابات، خاصة زي ما قال سيادة اللواء أن في شبه حالة من الإجماع الشعبي بدرجة ما لمرشح من المرشحين، فهل يمكن أن يؤدي ذلك أو يدفع هذا التنظيم بعناصره الانتخاب أحد المرشحين يعني حتى يكون خصم قوي أمام مرشح ما معروف أنه هو قوي بالفعل؟ برضو إجابة هذا السؤال مش ممكن أجاوب عليها قبل ما أعرف مين هم المرشحين، يعني لأن هنا الإشارة هتبقى هل هيدوا أصواتهم للأستاذ حمدين صباحي مثلا. أنا مش متأكد من هذا. نعم. ما أقدرش إطلاقا أقول هذا. الشيء المؤكد هو أنهم هيحاولوا يربكوا المشهد في مصر بقدر ما يستطيعوا، إنما ما هي الآليات اللي هيعملوا بها هذا الإرباك دي ما أعتقدش يعني أنه هيفصح عنها حاليا. دون عمل الانتخابات أم إرباك يحول دون عمل الانتخابات؟ لا ممكن يبقى فيه نوع من المناورات، الدفع بمرشح ما أنهم يدخلوا يعني شو هيك. الإخوان أساتذة في فنون الانتخابات واللعب بالرأي العام وأشياء من هذا القبيل، يعني ممكن جدا تدخلهم يكون عن طريق إرباك الرأي العام من هنا لغاية الانتخابات، ولديهم أدوات لهذا ولديهم قنوات لهذا. وإذا تصورنا إن هم فقط العناصر اللي موجودة في الشارع اللي احنا بنشوفها دي تتحرك، أو مجموعات إرهابية متحالفة معاها في سيناء أو في الوادي، لا هم أكثر يعني تغلغلا في شرايين المجتمع المصري من هذا. وممكن ما هو نائم حاليا يستيقظ بشكل ما، مش على المستوى المظاهرات في الشارع ولكن على مستويات أخرى تؤثر في العملية الانتخابية. فهل هم هيتدخلوا؟ هيتدخلوا، لكن إزاي دي مسألة مش هتبان قوي غير لما نشوف باب الترشيح هيغلق، وفكرة ان هم يناصروا أحد المرشحين ضد المشير السيسي أو ضد أحد المرشحين ضد المشير السيسي ما يعني ما نش متأكد منها قوي. لكن برضو مرة أخرى علشان ما أقدرش أقول شيء إلا لما يغلق الباب تبان الصورة هتبقى شكلها إيه. سيادة اللواء، خبرتك طويلة في مجال الجماعات الإرهابية بشكل أو بآخر، يعني لو قلت لسيادتك، حضرتك قلت في البداية أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية حققت نجاحات كبيرة سواء في سيناء أو في غيرها من المناطق، يعني بشكل علمي اللي المواطن يقدر يفهمه من سيادتك باعتبارك ليه خبرة في هذا المجال، لو قلت له تحقق 1 2 3 ممكن نتعرف على هذا الأمر إزاي؟ شوف هقول لحضرتك لازم أرجع ورا شوية وأشرح إيه اللي موجود تمام. وهم عملوا تمام.
فترة حكم الإخوان رئيس الجمهورية عافى عن عدد ليس بقليل من معتنقي الأفكار المتطرفة اللي بتكفر المجتمعات وبتكفر الناس وبتكفر الدنيا وبتبيح القتل والتدمير. فترة حكم مرسي سمح لأعداد ضخمة كانوا موجودين خارج البلاد منتشرين في باكستان وأفغانستان وبعضهم في بعض الدول العربية والأوروبية أنهم يعودوا، ودول كانوا مطلوبين لأجهزة الأمن لأن كانت لهم نشاطات ولهم اتهامات في مجال انتظامهم في منظمات إرهابية واشتراكهم بالتحريض في عمليات إرهابية أصدر عنهم عفو ورجعهم كلهم. أخطر من هذا وذاك أنهم جمعوا مجموعات من معتنقي هذه الأفكار من جنسيات متعددة منها عربية ومنها أوروبية، جمع كل هؤلاء في سيناء بتخطيط أنهم كانوا حيعلنوا إمارة إسلامية في سيناء يستقلوا بيها، وزودوهم بنوعيات وكميات من الأسلحة لم تكن متوفرة لأي تنظيم إرهابي على مدى 70 سنة اللي فات. تمام. منها أسلحة ما هيش موجودة لا في القوات المسلحة ولا في الشرطة. النجاحات بقى اللي حضرتك، أنا أقول المقدمة دي صحيح. عشان أقول صحيح. لك واضح. النجاحات اللي اتعملت إنه هذا التجميع في سيناء بتخطيط جيد جدا، وقبل ما يبدأوا أي التنفيذ عملية تقريبا أمنوا خط القنال بالكامل حتى يسيطروا على احتمالات تسربهم إلى داخل الواد والنبتاء. صحيح نجحوا في النوم يعدوا من البحر بعض الشيء أو ينفذوا بطعم، إنما لو ما كانش ده تم كان زمان الجمهورية كلها مشتعل. الضربات اللي لما حضرتك تتابع الكميات، أنا لو عارف إنكوا وحبيب أداء الموضوع بتاع الحديث كنت جبت لك بيانات أرقام بشكل حقيقي بكميات الأسلحة والمواد المتفجرة اللي ضبطت. أهمها آخر عملية بتاعت القناطر الخيرية. نعم. لو تعرف حضرتك إن ضبط حوالي 4 طن متفجرات، منهم 2 طن من مادة يعني ممكن كان لو دي بقيت تحت ايديهم انا بقول لك كانوا ممكن يدمروا جمهورية مصر العربية 2-3 مش مرة واحدة. الى جانب ما سبق ضبطه من هذه المواد في سيناء واسلحة، ده شيء ارقام فلكي. اهم من هذا وذاك ان العناصر الفاعلة اللي دربت الناس واللي يعني استحدثوا لهذه التنظيمات فكرة تفخيخ السيارات والموتوسيكلات والدراجات والعمليات الانتحارية التي لم تكن موجودة في أي تنظيم إرهابي على مدى 80 سنة اللي فاتت، أقدر أقول لك أنه على الأقل 70 أو 80% من هذه العناصر اللي دربوا دول صحيح. تم التخلص منهم، إما قتلوا أو مفروض عليهم ويحاكموا حاليا. كنا بنعاني بوضوح شديد جدا وصراحة تم من انهيار جهاز مباحث أمن الدولة اللي كان معني بمواجهة هذه التنظيمات، واللي كان عنده خبراء في هذا المجال وعنده معلومات عن التنظيمات اللي موجودة. جهاز الأمن الوطني صحيح بدأ يستعيد قدراته، بدأ يبقى عنده معلومات ويعمل عمليات استباقية، ما عادش زي ما كنا من سنة بنستنى لما عملية تقع ويطلع يدور. لا، النهاردة في على الأقل في خلال الشهرين الأخرين في 16 عملية تم إجهاضها قبل أن يشرعوا فيها. معنى هذا إيه؟ أن الجهاز ده استعاد قدراته إلى حد كبير، بدأ يبقى عارف التنظيمات السرية، بدأ يبقى عارف مخططاتها قبل ما ينفذ بيطلع يضرب. ده النجاحات الرئيسية اللي أقدر أطمن الناس بي. طب سيادة اللواء، في سؤال يمكن بيتبادر في أذهان الكثيرين وهو